أول شغلة عملتها هي دارت الانذار التي تعمل بالليزر لمنع السرقة. فإذا أحد قطع طريق الليزر بضيء اللد وتزمر داره، وكذلك ولدت طاقة كهربائية عن طريقة المشي عن طريق خاصية كهروضغطية. فعند الضغط على هذا الحذاء اللي صممته عليه يعني بيولد كهرباء، واستفدت منه بشاحن للجوال الذكي. وآخر اختراعاتي كانت روبوت على شكل حاوية قمامي لمساعدة المسنين والمرضى، فحيث يتم ربطه مع الموبايل عن طريق البلوتوث التحكم فيه بالأوامر الصوتية. والشكر بيعود لأهلي أكيد، لوالدتي ووالدي. بتمنى يعني أنه الكل يشتغل وشو ما كان مجاله يتعب فيه ويطور من نفسه ويشتغل ويفيد المجتمع بأي شيء كان، ما يظلوا قاعدين. طاهر طالب متميز منذ طفولته، وكان ذكي جدا يعني، وطبعا عنده اهتمامات بالإلكترونيات من طفولته، وحب يدخل العاشر المهني لأنه هو يعني حس حاله متمكن بهذا المجال، رغم أنه حصل على علامات العاشر الثانوي العام يعني. فراح هذا المجال الحمد لله تميز وثبت نفسه في هذا المجال الحمد لله.